يردي يردي هاي علمي قوة يفتينا ذما هقاي مر نوا وداد في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا قالت لقو حوك سدو لقو اذيقتاي واحد الجزء يفصل كي إلا بيطمران فيما يورث الحفظة وفيما يورث المسيان مرنوا أسبابها نفله كوينتقالاني مرنوا إليسو حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وحين الجزء يفصل كي إلا بيطمران فيما يورث الحفظة وفيما يورث المسيان قال الشافعي وحورنا يا مرقى نسخة مرقى صدح نسخة خطية يا مرقى للرعي معلم قيس وهذا ذكر لا دليل عليه ذكر قاسي وعد دليل الله يهي مجرى فيشترب لأن ذكر التوقفية على النصوص الشرعية ذكرت وحي قد أغنى النصوص الشرعية ففعل مثل هذا من البدع وحي ابن مرقى قال الشافعي إمام الشافعي وحي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني إلى ترك المعاصي فإن الحفظ فضل من إلهي وفضل الله لا يعطى لعاصم قال الشافعي رحمه الله إمام الشافعي أيه وعيلي شكوت وحان وأشتكوذي وأن حفظي حمي وحقب الشلان وأشتكوذي إلى وكيع شيخي وكيع أيان إنه حفظي جاي يوح قبشة إذا يحماه أيان وقاش تقولي فأوصاني نسق كلام وين يجد وانا يوح يقدر دار إلى ترك المعاصي معصية ذينا نسكتها فإن الحفظ حفظي يكبر كقبشة فضل من إله فضل إله حق سكاذي وهي وفضل الله إله فضل صلى الله يعطى لعاصي قف عاصية لمسيه وكيع وحوية وكيع بن جراح بن مليح أبو سفيان أي الله إرادة وحوها من فقيها ومحدثة ومفسرة أيها لمشهده سنة كون سقال بقولية تضبية بقولي سقاشنكي أما بقول سقالية سقاشنكي أي الله قلت المال مركا الشيوخ ده إمام الشافعي بو كمي ده حيو كاينو شيقي وواحد اي كرتا ده اينو شخصي كلا مركا الشيقي ايانا وواحد اي كرا وانا واحد صورتا قلا مركا سو واحد اللي وادو هذا بالاقا يركيري اما مرم بالاقا يركيري الى سوغان تحاي إمام الشافعي مركا هذا الكريسة وينو يلي هذا الايا لغا كيري وكيعنا مركا اينو شيخ واحد ده مي رب دانو كتاب يسمى مرقى أمك يكمد أيوك سوقات الخطيب بأن كتاب يسمى كان عيسو يعني بعض الشيوخي أيو مرقى قصوا نغلين يا يقول يكره وحرر ينشد أبو طالب يحيى بن علي أدستكي لبعضهم فذكرها بن عكر وكروا الشاقة حتى يدير شافع الله يحيو الشاقة لها ابن أبو الحاتم بيهقي من أقيم تدير الشاقة لها بإلادين ابن عساكر بقى أخبار لحفظ القرآن يسمى على أنشد لبعض الشيوخ بإسناد لا يحضرني الآن أي يقورها منها كم سوقات مركا إلى إمام الشافعي كسو أنت حي هذا الباء كتير شكوت وحن مباشرة إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني هاوصاني أرجع فأرشدني ويحيقوها إلى ترك المعاصي معاصي كتجد إذا إلى المعاصي كتبه وأخبرني وحنو ورمي بأن العلم أما فإن الحفظ فضل من الله وفضل الله لا يعطى لعاصي نسخة ولا ليس
حفظك وفضل إلهي فضلك إلهي نعاس لمسيه. أما هو أخبرني وعيقه وربي بأن العلم نور، علم يقول نور يهي ونور الله لا يهدى لعاصي، نور كإلهي لأينا نقف عاصي أن لقو هامونين. وسواك عضي الشضى هي وشرب العسل ملبك عبيتان كيسا وأكل الكندر لبانك أما فوحا عد عرديس مع السكر السنقر للا ولا قعنا وأكل 21 زبيبة عرد كوبية طبين زبيبة حمراء عس كل يوم مالك أصلا على الريق مرقى قوق قاتش كعنا يورث الحفظ حفظ أيود حلسيا ويشري كثير من الأمراض والأسقام وحب ضروا حن ماذا يسوم يدانا وكشافيا معنى إلهي باكو شافيا وأكل ما يقلل البلغم بلغم جاي حبك يا هكذا وعكير إني ورطوباتك ويا يا شركة يزيد في الحفظ مزيادين أيام وكل ما يزيد في البلغم بلغم كاي حبك وعزيادة يورث النسيانة إلا أيو مركا دحل سين أيام وعشاء غلية وسواك عدي وحيالا دحل سي حفظي أيو كمدي هاي هران إنو مركا عدي جاي وحي لحري دي أيين فصل في الهمة في الجد والمواظبة والهمة أيين قصة مرني أيين مركا فساحة كرني وحي قصة لقى سير قصة شاكي وشرب العسل ملك عبيتان جيسنا وحيالا حفظي كرنيا أيو كمدي هاي وسائل نقيم بطيب النبوي وقصة نغرين أيو زوري أيا وعيني عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ وحد لازم دا مربكا ويا وعي مركا كرنيا حفظي أيو ولكسي أيو كرنيا وأكل الكندر كندر وكلمة فارسية واللبانك أما اللبان ذكر بالغين هذا وحوية وحبق جيت كصوب حضوه وفوح عد وي كان يدي صوم مع السكر مرقى السكر للراعية ويساق أنا سكر لوعنا نوحي لا حمدية كردية أيو مرقى كمدية هي ووحي عليه دي مرقى أيو تجربة أي كسميين وانا آدنا والله أما أنا يوف وايد وربضا أي مرقى كندر كاوشي كانو كتبتا مرقى طبيقا أيا لوغن قرية طب النبوي أيا مركا وحا كسونايد حديث ما كسارتي أنا سحر وبخروا بيوتكم باللبان قريهن مركا كو شدا ومركا فوها عاد كو شدا وسعتر لكن ما سقنا ابن عباس ما وحا لقوري إن إساق ياسو قرى الدين ليس لعبو ومركا قاتشقف يسوق قاتشيسن لقعبو جيد للبول والنسيان إنه مركا حق الكادية مدر للبول يهي إلا وقنا مركا وحكتره إيا ابن عباس لقى كالسوار ولقى الشيك وأقول 21 زبيبة الحمراء زبيب كو دين ميد مدوب الله يهنو عسو نوعية بذن بول مدبب بذن بول الله يسير تفاق حبين وقى سوار مدبرين كومي يلا بات الزبيب وحمراء عس كل يوم على الريقي يعني مركا وقفك وقاجيسي أروتي وصوك عوغنا أي يدر يورث الحفظة حفظ عيون حلسية ويشفي من كثير من الأمراض والأسقام إن بدنو حنونا إيو أسقامنا وكشافيا لكن واحد دليله هو شرعي ونص ومرقى مثل هذا التلمامية ترادا قعانية بحشة أسيد حق طبيقة يدختر لمضنا واحد تلمامية وأريد أنه قصوا غير مجره لكن دواء وحيالها التجربة دون أن يكون ذي نيوتي جابينته وأكل ما يقلل بلغة بلغة من وحي رأينا إياه والرطبات يقوين يركن يزيد في الحفظ حفظ يأيو زيادين إياه وكل ما يزيد في البلغم وحكا سوى بلغم كان زيادين يورث النسيان نسيان إياه إلا أيو مركا دارين إياه زبيب تاسوكرا إلا لبحديث با مركا قصة أروري وان مركا نسيح نعمة طعام الزبيب يعني رقبا نكتري مركا دي عنتوين كابو حيالا كنقر عسن تريو دو تري حديث موضوع مركا وسنين تريو يعني هذا الكتب تاع مركا موضوعات كهذا الشاء هذا يكتب أدب ولا يابسها وحيرها مركا يسوق قرينيات سبب تعوريتان هذا
ayuu marka ayaaf gowdigiisu wanaajiya oo balqam ka ayuu marka meesha ka saara wax marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugnaadeena ma aha ee waxyana lagu soo geeyay nimanka sabiibiyayaashii ah وما ما يورث النسيان إلا هو وحيد النية فالمعاصي ومعاصي وكثرة الذنوب هي ذنوب تبدلها والهموم إياهم همومته إيا والإحسان من وينك في أمور الدنيا وكثرة الأشغال إيا أشغال شفرها بضم والعلائق إيا وحيرا علائق ذا قفق الله وقد ذكرنا وحنا صوشي لأنه لا ينبغي إنا للعاقل وحبونا أن يهتم لأمر الدنيا الدنيا ذا أرنجا ذا يمرك اهتمام بضنسيه لا من يضر ولبيا ولا ينفع وحما ترى يوم وهموم الدنيا أديدهم تذل لا تخلو عن ظلمة ممدي كمان بنا في القلب يجلسون وهموم الآخرة آخرة هموم تذل كفكر كذنا لا تخلو عن النور في القلب نور القلب يجلس كما خال نغطه ويذر أثره نور كأثر يسر في الصلاة أيكم مغضى وهم الدنيا أديد هم يادو يمنع من الخيرات بوديدا وهم الآخرة يحمل عليه أرمي آخرية خيراتي وكوحن باريا والاشتغال بالصلاة اسكو مشغولين صلاة الله اسكو مشغول على الخشوع إيه وتحصيل العلم علم حسردي ينفي الهم والحزن وعماشا كساريا همي جيئيو مروقدي وعشاق الله رحمه الله تعالى وأما ما يورث وها مرقى دحل السين أيها النسيان إلو إنه مرجع علم جيو إلا هو وحي حفظ الصرائر إن مرقى يكلو ما ريكبها فالمعاصي معصية ذا أيها كم ذا دواتا يسمر إن علم يقول نور يهي نور كإلهي إن أن لقوها لن يقف عاصية شعيلك مرقى وناك يا خيرك يا علم يا معصية يحمان إنا لمرقى كل مين وكثرة الذنوب هي ذنوب تفرها بضن قبل وابن أدلي وادن بابيا لكن إذا بيجي صبطه ولبا ذنوبته ويكوية صغيرته وشلتيسه أيونا وحي كمديهم وحيالها مركا إلا وكيرا والهموم يهمجي والأحزان يمرقوينك من أمور الدنيا الرماء الدنيا مركا أما في أمور الدنيا الرماء الدنيا مركا قفقه وهمي فربضان يمرقى فربضان وكسر أيوم يا وكثرة الأشغال ينسكبها ذي مشغولك والعلائق هي وحيالها لحنينا وحيالها صورنا منا يعني وحيالها مركا قفك إلا وهو كيرا يكبين قفك هدو أرين الدنيا إيا مركا وكتيرا يوان يكمر قوانا يو مشاهدين وحبا مركا علمي يحق ذو تفرقي مايو هدو شغل بدنيا وحب بدنا لحنينا مركا وسبايانا دي أيضا وحبا بران مايو سيدنا دي أدتك هدو أدنيا ذو تفرقي وحبا بدن مركا كما كسبنا وردين صمر يقف قوينو دي كسر يشغل لك مرمان نطعي لكن دي انو حدنا يسوى تاكو نحجره انو حدنا انو علمي بطالة عدس دي ديني وقد ذكرنا وحنا صوت شاقنا انه لا ينبغي للعاقلين ان انو حبورين ان يهتم انو امرو قادوا اهتمام بدنسيو لامر الدنيا ارنتا الدنيا دا لانو ارنجا الدنيا دا واهتمام كيادو يضر وعدبا يا ولا ينفع من انفع ايو دي باب في التوكل فصل في التوكل كيف ينكسها مرين ولا يهتم العاقل لأمر الدنيا لأن الهم والحزن لا يرد المصيبة ولا ينفع بل يضر بالقلب والعقل والبدن ويخل بأعمال الخير ماشي غير كينو لما يأيين مصامر وعشاق وهموم الدنيا الدنيا هموم تيادو لا تغلو عن الظلمة في القلب إن المجد قلبي يقف وقل يستكمل النار ما يصر وهموم الآخرة يقف ورقوا آخر مركا يوعي آخر مركا يكون أنفعي يكون همون ينا لا تغلو عن النور في القلب إن مركا قلبي نور جلسي قلبي يقف وفتي نصو كمرا ما يصو ويظهر وحنكم مقرن يأثره نور كارات كريسونا في الصلاة الصلاة أيوم رحكم مقرن يا يو قفك دي قلبي ونور كوكتشرو دي قلبي يسوى فرفر ميا عبادة دي معان سنة يا وكيف سيري مركا همسيدي سقولها وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء وإذا حلت الهداية قلبا هداية يهنونك ينورك قلبي مركو قلو نشطت للعبادة الأعضاء وحوفر فرعونانا هي عبادة حبنها لأن حبنها وحوضا قلبي وحي قلبي كتيرا
قلبي يوعى كجر النور يا هنون يا إيمانا يا دافع نقرا يحبني مراكش غيسيني الريحية مرقى وعرف هم الدنيا الدنيا ذا هم يسو هضبا يمنع غفي عقل وحودي ذيا عن الخير أما يمنع من الخيرات وحين الخيرات كها أيودي ذيا وهم الآخرات همك آخرا يحمل عليه خير كي أيوكو حنباري وكل رجلين أيا والاشتغال اسكو شغل بالصلاة قبل صلاة اسكو شغلية على الخشوع سي خشوع مرقا وتكذو وتحصيل العلم يينو اسكو مشغولية علم حسلين دي كسب شدي ينفي الهم والحزن وحينفي ليس همك يمرقدي سعينو بالصبر والصلاة صبر يا صلاة كاشدا لواكي آية القرآن كايا حيد نبي صلى الله عليه وسلم مرقوا إذا حسب أمر بادر إلى الصلاة صلاة أي مركا ودك دك شري علمك مركا لذذي سيا معان كيسيا مركوا هلو نحق لنا دي أهم إيا حزك يمرقا دي وقتك يسايو دي نيك شيخ هايا إنو سوت الماما إني ee marka murugada badan ee habeenkiisa ay raadisayseen faqri iyo gaajo wax la noogeed markay masala u furantay dewaaki marka intuu kacay marka jaasay uu isoo isla barbay ayna abnaa mulk min hadii la dewaakiili habeenkiis weyn macaan kan ay salaanta la yabtay tirtiro maxay ahayshin kama qala sheekhu imam nasr ibn hasan al-marghinani fi qasidati lahu shi'ra istain nasr ibn hasan bi kulli ilmin yuhtazan ذاك الذي ينفي الحزن معده باطل فاتركا وعليا كما قال الشيخ السدويري الإمام إمام كها أي وعيري نصر بن الحسن المرغيناني المرغيراني مرغيران مقال مركا فرغان غاية يكتر صليدو وربا دي هلك أما مقالوك أما وراء النهر أي مركز أحيد شيخ أسافي قصيدة له قصيدة مركز إساق وصغناتي أي مركز وحكم مدى حيث نفدي سكل رجلني إستعن أما اعتني نساق أركضنا اعتني بيور ريال إن أي يد دالسي أما يستعن كالميسو نصر بن حسن نصر بن حسن يا نصر بن حسن نصر من حصره واحد كالميستا في كل علم يختزل علم بكل علم يختزل علم كسا يعني الله يختزل لحفظه الله كيد يسو علم جا مرجع حسلين ديسا كالما خديقو استعي نصر بن عزيا نصر بن عزم بكل علم علم كسا كالما يسو يختزل يحفظ الله عز وجل أريمك وحدك كلمة يستا دونيدا يرادندا يحسريندا علمك الصومك على حفظك قيمة أتكلم إذا مركز دي أستاذ يشرك هذه ذاك كاسي الذي في الحزن علم جامر جا حسرين دي سيكون مشغول ديسو وك حزن كيم رجدا ما شك صاريا وغيره كوه أنا هينا باطل لا يؤتمن أما وغيره لا يؤتمن ووحن مركا ليسكو آمنين علمك وحن وحن ليسكو آمنين وين علمك يعني كسب الشديسة كالما يصو أما ما عداه باطل موحي كسواري وباطل يحبك بجلان فاترو كان إسكاقاتك وإسكاقاتك وسخدا صدح لخطك مركا لمقابل ينسى سورة الإسان وقال الشيخ الإمام الأجل نجم الدين عمر بن محمد النسفي قال في أم ولد له شيخ سعد أم ولداه له عقول سلام على من تيمتني بظرفها ولمعة خديها ولمحة ظرفها صبتني وأصابتني فتاة مريحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها فقلت ذريني وأعذري فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غيرا عن غناء الغانيات وعرفها أم وعزبها
وقال الشيخ الإمام الأجل وعلي النجم الدين عمر بن محمد المسفي قال في أم ولده وشيخ المركة صوت المامي إنه أمياد يهورن لها إن حالد نعوح أن هو أمي المركة السنوسي وأن مسفي أمركة وشيخ مؤلفات يخطوط فرحة بدن لها عقيدة يسأل عقيدة المسفية المركة إنه هذا الله قيمها لك السوق هذا إني أيا في أم ولد له أضانوا لها وحقول أم ولده وعلى الأضان ده سيد الكتب دي فرابط إذا في غير مصارق لأضان ده مركة وسيد كلها يحيى الموضة الشعب ومغلد على غير هذا أحكام ترى مركة كهد ليا هو فصل أما بابك وقدم بي كتب ده مركة أحكام ته عتق حق ده ممارسة وبابك وقدم بي حق من هاج كي ينكو أركي لمركة غاسب غير مصارق إنه يزود كي مركة هو حاني لما يمين كرا ولا ما يمين كرا سيا حديث يقول سأروي سمرك ودين تنا فاسمال بيك حرودة بركة أم ولد أولها أيه وعي سلام على من تيمتني بظرفها سلام نبتقل نبتقل يبو وسلام المطاركة على من مذكر كيد مركة سلام داسها هاتو تيمتني إيغو أدون ستي أو إيغو دولي ستي بظرفها ذرافذة دي لطافذة دي قروحذة دي وراجيه ولمعة خديها يلا بدأ لبن ولول كودة يلا للكودة ولمعة طرفها يدايمة إيشي ذا تيمركا إيغو أدون ستي نبتقلي سلام تارك سلام نبتقلي هات على من تيمتني تيممه الحب وحل إلى هذا بمعنى جعله مذللا مركو عقلي وقت تقول اسكدبا للراقيو اسكدبا الصعودو أي الله إلى هذا وإريه مركاساو استعمالان وتيق السري بانت سعاد بيت كورا ينكو شرتي بانت سعاد فقلب اليوم مطبول مطيم إرثها لم يفد مكبول مطيم إرثها لم يفد مكبول بانت سعاد فقلب اليوم مطبول مطيم إرثها لم يفد مكبول أياك وشرتي سلام على من كرك هذا تيمتني تمرك يقود اللي يستي وعدو سي بظرفها دي ذرافد يدي قروح دي يقيمه دي ولمعة خديها يلا بدأ يضربن ول والكودة يدلال الكودة تي وعد سطين نبتقلي ولمحة طرفها إيو دائما ذا إيش هذا لمحة لمعة نو يقوف سرين ودلالك يعني إيش يا ظرف ينوع عين إيه الض ترى الظرف بيه تنوع طرف دوا ض من دوا ط مركا ظرافة تهر واحد غروح ذا يحسنها طرف تنوع هوية وإشي بركة ولمحة طرفها يعني وافدين كاير إشي هذا يي الغور كذا أما يعني ضيما ذا إشي هذا بركة يقوى أدون سينا بتقل سبتني وحي أدون سطي وأصبتني وحي إيوعي سيحق هذا فتاة مليحة قبل اللي يراه وقروح بدل المغلد ذلك هذا إياه صبتني وحي قفالتي جعلتني أسيرا ماذا يعني أقفالا أو ددا بحلا وحي قالت وأصبتني أصبتني أصب إليهن سي آيات يعني أمالتني إليه وحق هذا يسوج فتاة مليحة يعني إن يروا قروح بضا تحيرت الأوهام أوهمتي يقوذي واهمذا هيدا وحمل أوالي سيأي كوار يرطي في كونه وصفها حقيقة سيفين تيدا يعني قروح ذا يقيمها إلا ذا هي عقلي بو سيفين كريواي تاساني يقبس الطيب تعيرت الأوهام أوهمتي يعقوش مركة يقوى الواهمة وذي مركة وحمل أوالي جوح سورين جلتي أي كوار يرطي في كونه وصفها حقيقة سيفين تيدا عقوشي أيام مركا كوار يرطي وحقيقة هذا مركا إنا لما يستوى الشيكت قالوا ذي فقلت دبيتنا وحاني تيسي ذا إيها يستي ما هاي يفتشي فقلت وعاني بولي داريني نما تقالي أنكوري بولي داريني إيقاتك
اتركيني ودعيني قتلك بان كوني بود واعذريني إن عذر دار هدان كوي من وايو دي السيدان كواه ما ينكو دبرق لين شري آذي قوي دمع واعذريني إن عذر دار ومحاد عيفة إنني أني شغفت وحق قلبي اللي يجلي بتحسين العلوم العلوم حسنين ديد وكشف أي فين ديد قد شغفها حبها الشغاف وحا الليلة دواء دبولك وغلافك قلبك مركا شغفت وحا اللي أممي أنكم من منحي وقلبك مركا إيقالي وحلقا حبك قلبك إيقالي بتحسين العلوم العلوم حسنين ديد إيه كسب الشديد وكشف أيين أنفيده مرحبا هلك أوتش استي يعني قبل لي مرك أنسى أوتش على يساي قبصتي وحيك سوتش هذه أي جسوك عيسي وحويه بتحسن العلم وكشفها ولي وحي يسقنا هذه من في طلاب العلم علم جدوردي سو حي يسقنا هذه والفضل فضل دوردي يرهادنتي وتقى يعب سير عندي غير المار مدان با يغسون هذه أن كم مارمي عن غير الغريات هو يسيسو ذي وعزمها يدفقو ذي وحي تبيان با أما هو عرفها ودقو ذي وليه وحي يسرنا ذي غيرا وثابت لي وحي يسرنا ذي غيرا كاف دومد أن مرقى كوكا أفضوي وليا وحي يسول هذا في طلاب العلم وليا غيرا وحي يسول هذا كافضون أن في طلاب العلم علمك دون الديسة والفضل هي فضل دون الدير هذه انت والتقاء هي عبسر هذه انت حسر الدود أي غيرا هي كافضون يقرسوا أن كافضوي عن غناء الغانيات غانيات كي يكون هاسك هاسه هذه حمله يا أدمي مرك هس شري عيار شري هس تودي وحن كلك هذا دامي إن فضل يا علم يا عبس إلى هيك تسدو وعرف يا يود جاد يا أما وعز فيها لوحي أي مرك تبي يري قرعي مرك واحد توصل إيسا دي قفج علمي جا مرك الذي سيمعن كسرين وحك الصقر لما عن سدو إنه مرك خجم مربيه وعلى شيخ أما أسباب نسيان العلم أسباب العلم قال لقوا إلا فأكلوا الكزبرة فأكلوا الكزبرة أما كزبرة وحوية وعريدة كما سردا الرطبة إيقويا وأكلوا تفاح الحامض إيو تفاح دران عريديسا والنظر إلا إلى المصروبي كان الدلدري وقراءة اللوح القبور قبورة اللوح هذا الله أخي يوم والمرور إيه إلا مرور بين قطار الجبال أو رحل للصنع وإلقاء القمل الحي إن جمار لغو تورو على الأرض الأولكة والحجامة إيتوبين على نقرة القفا قداتك مركة هلكي ساقودن كلها دمات تورث النسيان وحيارها صعدا مين إلا وأيين الأيام وحيارها أن وحنصوصها الصغن أوصى أروني مجرئ ووحيارها المركة تجربة أي كوه قاعد وحنا يلا غير كودنا ده وح وين بكم صحيح إنك صاع ده أير كتب تان علم يدوري دي سك هذا شاع أي وحنا يكون سوين بديد إلا حتى طيب نقول جمرك ابن قيم أي قار كم يكون سوين أما أسباب نسيان العلم أسباب العلم اللي جوه فأكل الكزبرة كزبرة ده عندي ده دو كزبرة ده وكم السردة أما جدا أضر وبسطه إلى هذا جدا هنيل بخلق الدراء wa halay ka soo baxaan inta aanay dhaadheeraanine aanay geedaha bixinin iyaga kama sara la ilaayo la gooya hadii la daayana intu geed dheer noqdo ayuu midaha bixiya geeda adar iyo geeda laga tumo warka kusbara arradba waagli tufaax alhamid iyo unida barka tufaaxa banaan waxyaraha cuntooyin horo la cunayayna ومركز وينو سو شيغي وخي ديغي فايدينيسا وانا وحياله روندي ده خليدا marka waxyaalaha saddex mar jireen kamida waxa la yiriina waxyaalaha cabidooda iyo baakulaadka ihtimaamka la siiyo ilaa ma xifdigi bay kordhinaysa ama way yacni waxbay dhimaysa
waxa weeye wasiga dhanni qadiimo ho markii horeeyay iyo malaa'un la iska mareeyay weeye waliba waxyaalaha la xifdiyay ay kordhinayaan de waxa markaa xalligaan iyo markaa ay noo soo guurinayaan in qoliyo markaa tulaabul cilmi markaa intay waxyaalaha cabeen banaadar oo kale markaa nabaatib iyo ho kale ayaa la xifdiyay oo kordhinayaa oo deetraayntay qoosteen oo fahmi markaa dheeraada buu ku siyaadinaya sidii inaga balay inagu la shiri guulaha wadiis markaa geesi uu ka dhigayay markaa reermigeenu ay oran jireen qaar baa deetraayntay waxa sabaysay ma cabiro qaar baa ku waashay qaar baa baras ka qaaday waxyaalaha soo kale in la iska jiray wa nadaru ilal masluub waxa weeye kii la deldelay qofka dee marka qaaduu dariiqu yahay oo kale inta la dilo la deldelo ama dee marka la deldelay la geeyay la dilay eegitaankeeda waqraatu looxul qubuur qubuurta looxeed oo markaa la akhriyo dee alwaaxin lagu sameeyey wax lagu qoro qubuurtana yacni waa waxyaalaha sunnaha nabiga sallallahu calayhi wasallam inaad ku akhrido والمرور بين قطار الجبال الجبال المقطوع ما ارغا ورتا برك لا خديه سا ترين كو كلا ايتري ميد با ميد كرا يا دمديس لو خرا اوغان يا دمديس لو خرا دوي تري قف جي وديري كو هري هوغانيا برك 10 اورو مرك لا دابيد ايي ميد ولبا هوغان وغلو دمديس او خري كو ما مرك دخدو ان لمبر بو ابا يعني واحد كو خد يعني واحد تجربه مرك كو يا غيره ويان حبا كو بسيخنا والقاء القمل الحي ان جير نور على الارض لو خلو تورو قد مرده سو سارتو أبو بركة هذا حاجة قصو صارتو والحجامة يتو بك على نقرة القفا هل كان قداد كان مركة الله يسكت طوبه تا أيضا مركة حديث ما قصر الحجامة وحفرة رأسي تورث النسيان إلا وين عزا لكن هو موضوع من شراء معها كلها تورث النسيان وحدا ما انتي إلا وأي مركة نحل سيسابونه خطيب أنا مركة كتاب كيسا الجامع لأخلاق الراوي wuxuu ka soo wariyay Ibrahim ibn Mukhtar nin la yiraahdo inuu dhishari waxay dhaxal siisay ilowga tufaaxa in la cuno hambada jiirka oo la cabo halkaas halka qafqadaadka la gudano marka la iska toobo qamligo marka lagu tuuro injidaas oo dhulka lagu tuuro biyo fadhiyo lagu marka kaajo wa alaykum bilubaan lubaan kana ogaada buu qalbigu adkeeyaa ilowgu tagsiiyo wax sugan maaha Anas ibn Malik baa marka isagana deynan iyo kale firdowskiisa waxyaalahan oo kale marka ayana uu ku tilmaamayo toban arrimood ba marka ay looga dhaxalsiiyo jirbka marka uu cunidiisay yaani hambada jiirka cunideeday tufaaxa abxabidka cunidiisay juljalaanka iyo xijaamada fi nuqrat dubar marka laba dubar dhex socoshadoodiyo masluub kayn laagiya albawlu fil maa'i raakid wa ilqaa alqamla wal qiraa fil maqbar wax weynana waxay ku sii sugan yihiin ما سعيد بن مسيب بن عدي لما راح سوكره لكن واحد هذا موضوعه واحد كسوغاني انا يجري كلها تورث المسلم والله اعلم فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع والهك عنه انيق روض ولا خدر بربربه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذتا وإن أتيت فيه طويل باع
وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.